نواصل نشرتنا مع الملف السوري على الصعيد الميداني، حيث أفادت الهيئة العامة للثورة بمقتل 55 شخصا حتى الآن بنيران قوات النظام، معظمهم في درعا وريف دمشق والقنيطرة، فيما شددت قوات النظام من استهداف مناطق في ريف دمشق. تتواصل الحرب وتتواصل معها المأساة في سوريا في يوم جديد، خاصة في ريف دمشق بالقرب من العاصمة المحصنة من قبل قوات النظام. هنا قصف عنيف على زملكا، وقتلى وجرحى في البلدة المسيحية معلولة، وفي جوبر أحياء بالكامل باتت من الماضي. أما سكان المعظمية فباتوا يناشدون العالم للتدخل. حسبي الله ونعم الوكيل. في الرستن بات وضع المدينة أشبه بالمهجورة، نزوح جماعي وظروف إنسانية قاسية. قصف على المدينة لا يزال متواصلا منذ أيام، بات من الصعب جدا عد أيام القصف أو إحصاؤها. في حلب مثل ما تظهر هذه الصور، جثث القتلى في الشوارع بعد القصف المتواصل على عدة مواقع. وتقول لجان التنسيق إن قوات النظام واصلت قصفها المدينة المحاصرة منذ أشهر بعيدة. أما في حمص فلم تنطفئ بعد نار الحرب المتواصلة، بنايات انهارت وأخرى دمرت بالكامل في سراقب. وتضيف هيئة الثورة بأن قوات النظام تشن حملة عسكرية كبيرة على البلدة وضواحيها. هنا في درعا تتواصل المعارك بين الجانبين أيضا، هذا جانب منها في حاجز الكازية العسكري. أما قصة المعاناة في البلاد فباتت تروى على كل لسان، عنوانها المشترك قد يكون حياة أسوأ من موت. الميت أحسن من العايش. أمين حميدي، العربية.